اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى الاقلام، صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه، ولكن بعد اهم العناوين. نقرا في موقع الهيئة نت: مقتل واصابه 7 من افراد الحشد العشائري اثر هجوم مسلح جنوب غربي الموصل. ونطالع في المدى: حكومة أربيل لم تعد أمام بغداد حجة لتعطيل رواتب موظفين. ونتصفح في كتابات: الأمم المتحدة تدعو العراق لمواجهة تصاعد الاعتداءات ضد الأقليات. ونشر في الجزيرة نت: الوحدة الكردية تتحصن بعفرين وتمنع خروج الأهالي. نطالع بالعربي الجديد: لبنان قتيل وجريحان باشتباكات في مخيم عين الحلوة. نقرأ في القدس العربي تحت عنوان: الموصل مدينة 11,000 مفقود ونصف مليون عبوة. وأخيرا وليس آخرا نقرأ في الحياة: واشنطن تهدد بالتحرك في شأن سوريا إذا تقاعس مجلس الأمن. أهلا بكم. كان متوقعا أن يكون العراقيون قد فهموا الدرس وأدركوا فداحة أثمان التسلط على الدولة بالميليشيات والاستقواء بالاحتلالات والاختلاسات واستغلال فتاوى المرجعيات، واقتنعوا بأن لا شيء يحفظ كرامة المواطن ويفتح له أبواب المستقبل المزدهر والمزهر القوي العزيز أكثر من التعايش والتراضي والتداول السلمي للسلطة، ومنع المعممين من أن يصبحوا أوصياء على السياسيين والعلماء والخبراء. لكن كل هذه التمنيات تبخرت وخابت كل تلك الظنون، هكذا يرى الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. ففي زمن الفوضى الحالي والتخابر مع مخابرات الدول الصديقة والشقيقة، ورغم اعترافات الفاسدين بفسادهم على شاشات الفضائيات، وبرغم جميع الملفات التي دأبت لجنة النزاهة على إعلانها، ما زالت المرجعية لا تعرف بالضبط من الفاسدون ومن غير الفاسدين، وما زالت لا تعلم بأن فتواها التي أرادت بها اجتثاث داعش وتحرير الوطن من موبقاتها تحولت إلى ولادة لداعش جديد واحتلال جديد. وأصبحت الحاضنة الحانية على حرس ثوري عراقي تآخى مع حرس ثوري إيراني ليدوس على الدولة العراقية وعلى الحكومة وعلى الجيش، وربما على المرجعية ذاتها في قادم الأيام، وليقاتل بدماء شبابه وبأموال الخزينة العراقية المدنية، لا دفاعاً عن العراق ولا حتى عن المرجعية، بل عن نظام الولي الفقيه وعن إمبراطورية فارسية في غير زمنها وغير مكانها. منذ أكثر من 15 سنة ونحن نكتب ونهتف ونخطب ونجادل السياسيين العراقيين بالتي هي أحسن، وندعوهم إلى الالتزام بالعهود وإعطاء الناس حقوقهم وتقديمها على مصالحهم الشخصية لينالوا خير الدنيا والآخرة، تماما كما تفضل وكيل المرجع بقوله في خطبة الجمعة الأخيرة وكأنها لم تقرأ: إن لجنة النزاهة البرلمانية أعلنت عن اختفاء عدد من ملفات الفساد بعلم وزراء، وعن أن هناك ضغوط على النزاهة وعلى القضاء أيضا من أجل عدم فتح تلك الملفات. حين يحين موعد الانتخابات فإن الساسة يتنافسون فيما بينهم بكل قوة وشراسة لكسب أصوات الناخبين، وهذه هي الديمقراطية. أما في بلدنا فإن الساسة المشاركين في الانتخابات وبعضهم يدعون بأنهم إسلاميون يتنافسون فيما بينهم بتوزيع المواد العينية على الناخبين جنبا إلى جنب برامجهم الانتخابية، وبعضهم يكتفي فقط بتوزيع المواد العينية دون طرحهم للبرامج الانتخابية. أما نوع المواد العينية التي توزع على جمهور الناخبين فإنها تعتمد على القدرة المالية للسياسيين والمستوى المعاشي لجمهور الناخبين، وأشهر المواد العينية التي وزعها السياسيون هي البطانية، وصارت البطانية رمزا للانتخابات العراقية،
وينشط هؤلاء السياسيون عموما في المناطق الفقيرة، حيث تكون للبطانية مفعول سحري في كسب مشاعر الناس البسطاء، بحسب مقال للكاتب خالد إبراهيم في موقع كتابات. وبعد العديد من الدورات الانتخابية، اكتشف الشعب بأن هؤلاء الساسة لم يجلبوا لهم الخير، بل على العكس من ذلك، فإن حال المجتمع يزداد سوءاً على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية وغيرها. وبما أن صبغة أغلب هؤلاء الساسة المهيمنون على السلطة هي الصبغة الإسلامية، فإن الجماهير التي خرجت متظاهرة عليهم غضباً رفعت شعاراً باسم الدين باغون الحرامية، أي أن المتظاهرين اتهموا هؤلاء الساسة باستغلال الدين للوصول إلى السلطة وسرقة الأموال. ولكن في الحقيقة هذا مخالف للواقع، لأن هؤلاء الساسة وزعوا على الناخبين البطانيات والمواد العينية، ولم يوزعوا عليهم المصاحف والكتب الدينية، ولا حتى لم يلقوا على مسامعهم المحاضرات الدينية سوى تذكيرهم بالخلافات الطائفية التاريخية. ويضيف الكاتب: لو لم يوزع هؤلاء الساسة البطانيات والمواد العينية لما انتخبهم أحد ولما وصلوا للسلطة العليا. وعليه فإن شعار باسم الدين باغون الحرامية غير صحيح، والصحيح بالبطانية باغون الحرامية. وما فعله هؤلاء الساسة الذي به صبغة إسلامية والتي هي صبغة ظاهرية هو تحليف الناخبين بالمصحف بأن ينتخبوهم مقابل البطانية. وتعتبر البطانيات والمواد العينية التي يوزعها الساسة لكسب أصوات الناخبين رشوة، والرشوة ملعون من أعطاها ومن أخذها. الديمقراطية العراقية، هذا المفهوم التي في الصف الأول حضانة كما يصفها الكاتب، قسمت المناصب الرئاسية العراقية إلى رئيس كردي ورئيس وزراء شيعي ورئيس برلمان سني ووزارة دولة للأقلية المسيحية وربما نائب رئيس التركمان أيضا. إن ديمقراطية أول حضانة كما يصف الكاتب مهددة بشكل صارخ أن تنتقل إلى ديكتاتورية الأكثرية، وهناك من الإجراءات العملية الكثير من المؤشرات على ذلك بحسب الكاتب أثير يوسف حداد في مقال له بصحيفة المدى. إن مستوى التطور الاجتماعي والثقافي في العراق لا يسمح بإقامة ديمقراطية مستندة إلى ما سمي بالأغلبية السياسية، والتي هي أغلبية عددية حتماً، لأن الواقع يفصح عن ذلك. وإنما يتوجب علينا الاستفادة من الديمقراطية التوافقية المطبقة بنجاح في بلجيكا وهولندا وغيرهما. ولكن قبل كل هذا وذاك، ولأن الديمقراطية أسلوب حكم يطبق في حيز اجتماعي ومجال معين هو الوطن، فنقطة البداية إذن هي بناء الوطن للمواطن. الديمقراطية التوافقية هي تطوير إنساني حديث ضمن نظرية الديمقراطية الكلاسيكية، فقد نشأت تلك النظرية الكلاسيكية في أوروبا ضمن مرحلة الرأسمالية، حيث أن الكل هم بيض والكل مسيحيون والكل بروتستانت، فلا اعتراض إذن على حكومة بيضاء بروتستانتية، ولن يخلق ذلك أي حساسيات. وبمرور السنوات اكتشفوا أن تطبيق الديمقراطية الكلاسيكية التي تقوم على الحكم بالتراضي وحكم الأغلبية الانتخابية لا يكفي في المجتمعات المتعددة الأديان والمذاهب والإثنيات، فصاغوا نظرية التوافقية كما في هولندا وبلجيكا وسويسرا، والتي هي عبارة عن تقليل الاحتكاك بين المركز والفروع. ويضيف الكاتب: في العراق أنا أقف ضد الغالبية أو ضد الأغلبية بالأحرى، الأغلبية السياسية، لأنها ستضاعف من المشكلات بين المركز والفروع، لا بل أدعو إلى زيادة صلاحيات المحافظات في إدارة شؤونها من أجل تخفيف حدة التوترات بين المركز والفروع أو المحافظات والإقليم أو ما اصطلح عليه باللامركزية منذ 2010، حيث أضعف نور المالك صلاحيات المحافظات بشكل كبير كما تعرفون، مما ضاعف من الإحساس بالغبن من قبل تلك المحافظات. وفي برنامجه الانتخابي الحالي يدعو إلى الأغلبية السياسية، والتي تعني عمليا ديكتاتورية الأغلبية العددية. واقع العراق لا يزال يهدد رهاناته المستقبلية حقيقة، فعودة أكثر من مليوني نازح لا تبدو استحقاقا قريبا،
حيث إن هيمنة الحشد الشعبي تحافظ على قوتها العسكرية وتستعد للتحول إلى قوة سياسية. الانتخابات فتحت آفاقاً لشيء من التغيير، لكن يجري إفراغها من أي مضمون وطني. الانفتاح على المحيط العربي أيضاً يتم بخطوات صغيرة وبطيئة، نظراً إلى أن التأثير الإيراني يواصل تغذية الروح العدائية. جاء ذلك في مستهل مقال للكاتب عبد الوهاب بدرخان في صحيفة العرب القطرية. في كل مراجعة لأحوال العراق يتبين أنه لا يزال واقعاً تحت تأثير القرارات الأولى التي اتخذتها سلطة الاحتلال الأمريكي من تفكيك للدولة وحل للمؤسسات العسكرية والأمنية واعتماد على الفوضى التي لم تبدو خلاقة ولا في أي مرحلة، ثم إنها أصبحت تحت تأثير هذا التغلغل الذي بنى على تلك الفوضى وساهم في تكريسها وتعميقها حتى بدا لكثيرين وكأن القرارات الأمريكية إنما رسمت لتكون في خدمة إيران. ولعل أسوأ من تاب العراق هو الوباء الطائفي الذي استشرى على نحو بالغ البشاعة، وصار هدفه الأول أن يستخدم شيعة النظام الحالي لكي يمذهب الدولة ويخضع سياسياً سائر المكونات لمذهب واحد. لكن تعددية المجتمع تحول دون استقامة معادلة كهذه، بل إن العقلية التي تعمل لفرضها من شأنها أن تضيع الدولة وأن تحول دون أي سلم أهلي حقيقي. ويضيف الكاتب: جاء التحذير للانتخابات المقبلة في 12 من مايو ببعض الشواهد، إذ يحاول الحشديون كما يصفهم الكاتب ومن يدعمونهم مصادرة عملية الاقتراع مسبقا، خصوصا في المناطق ذات الأغلبية السنية كمحافظتي نينوى وصلاح الدين، فالأهالي يتعرضون لضغوط كي يظهروا تأييدا لقوائم معينة ويتعرضون للابتزاز أيضا في تسهيل أو عدم تسهيل عودتهم إلى بيوتهم وأملاكهم أو تمكينهم من زيارة معتقلهم ومعرفة مصير المخطوفين المفقودين من أبنائهم. ولا شك أن البرلمان المقبل سيولد أو بالأحرى سيولد مشوها ومشتبها في عمل في عدم دستوريته كما يصف الكاتب، تحديدا بسبب إهمال محنة النازحين وعدم الاهتمام بها، ورغم النقاش الذي جرى في الشهور الأخيرة حول صعوبة إجراء الاقتراع في مناطق غادرها سكانها قسرا. كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية المقررة أن تجري في العراق في 12 من مايو آيار المقبل ازدادت حدة الخلافات السياسية، وعلى الرغم من إعلان أغلب التحالفات عن تسلسلات أولية لمرشحها داخل قوائمها الانتخابية، إلا أن هذه التسلسلات شهدت تغييرات كبيرة وفقا لرغبات الأحزاب المتنفذة داخل التحالفات كما جاء في تقرير لصحيفة العرب الجديد. أكد مصدر سياسي مطلع للعرب الجديد وجود خلافات داخل قائمتي ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي نور المالكي وقائمة الفتح التابعة للحشد الشعبي برئاسة النائب هادي العامري. وأوضح أن هذه الخلافات بدأت على إثر طلب الحصول على تسلسلات متقدمة داخل القائمتين، كما أشار إلى أن التسلسلات النهائية لم تعلن لغاية الآن من قبل التحالفات السياسية خشية إثارة الخلافات والانقسامات قبل شهرين من الانتخابات، مبيناً أن الخلافات لم تقتصر على تحالفات بل شملت قضايا أخرى كالتصويت على القوانين داخل البرلمان ومستقبل الوجود الأمريكي في العراق ومصادرة أموال رموز نظام صدام حسين. يشار إلى أن التحالفات الشيعية منقسمة بشأن الوجود الأجنبي، ففي الوقت الذي يطالب فيه تحالف ائتلاف دولة القانون والفتح بانسحاب القوات الأجنبية، تتحفظ أطراف في تحالف النصر بزعامة العبادي. وبحسب الصحيفة فإن مسألة تصاعد حدة الخلافات داخل وخارج التحالفات هو أمر طبيعي قبل شهرين من الانتخابات، فالحملة الانتخابية في العراق بدأت مبكرة هذه المرة وحملت معها خلافات ووسائل تسقيط وتنافس تنفذها الأحزاب تجاه بعضها، وهذا شيء طبيعي ومن المرجح أن تستمر هذه الخلافات حتى موعد الانتخابات. بعدها يتم الانطلاق في ماراثون جديد لتشكيل الحكومة المقبلة. تواجه القيادة الفلسطينية اليوم في دعوتها لانعقاد المجلس الوطني في الدورة 22 العديد من الاستحقاقات، أولها
انهيار عملية التسوية التي تأسست على اتفاق أوسلو وخيار المفاوضة وأفول الرؤية التي تقوم على حل الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع، ليس بسبب جزئية هذا الحل وهشاشته وإنما بسبب الرفض الإسرائيلي، وثانيها تلاشي مراهناتها على الولايات المتحدة باعتبارها راعيا نزيها ووسيطا محايدا وضامنا وموثوقا لعملية السلام المستمرة منذ قرابة ربع قرن، لا سيما أن إدارة ترامب أطاحت بكل القضايا التي كان يفترض التفاوض بشأنها مع إسرائيل، وهذا لا يتعلق بالقدس فقط وإنما يشمل قضايا اللاجئين والمستوطنات والحدود أيضا بحسب الكاتب ماجد كيالي في مقال بصحيفة الحياة اللندنية. الفكرة الأساسية هنا أن الفلسطينيين باتوا اليوم وحدهم ربما أكثر من أي فترة مضت، لكن ذلك ليس فحسب في مواجهة إسرائيل، ما يذكر بالصيحة الشهيرة والموجعة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يا وحدنا، إذ أنهم باتوا وحدهم أيضاً حتى إزاء التحديات التي تواجههم، وربما أن ما يفترض إدراكه وتأكيده هو أن مشكلة القيادة الفلسطينية في الظروف والمعطيات الراهنة لا تتعلق فقط بانقلاب الموقف الأمريكي أو في انهيار الحاضنة العربية أو في السياسة الإسرائيلية القائمة على تكريس واقع الاحتلال عبر الاستيطان وتهويد القدس وبناء الجدار الفاصل ومصادرة الأراضي وحصار غزة وتعميق الهيمنة الأمنية والتبعية الاقتصادية في التجارة والمعابر وشبكة البنى التحتية. إن هذه القيادة لم تحتاط لتغيرات الزمن وتقلبات السياسة بإيجاد خيارات سياسية بديلة أو موازية، بل إنها أصرت على حصر نفسها لأكثر من 4 عقود في خيار واحد وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع، وأنها رهنت ذلك منذ ربع قرن باتفاق أوسلو. التجربة تفيد بأن القيادة الفلسطينية وفقا لرؤاها وإدراكها لمحدودية قدراتها وخياراتها لن تقوم بأي عمل من شأنه إحداث تغيير سياسي في الساحة الفلسطينية، ففي شأن وقف التنسيق الأمني ووقف العمل وفقا للملحق الاقتصادي لاتفاق أوسلو وإعادة النظر بالاعتراف بإسرائيل اعتبرت كلها بمثابة توصيات بالنسبة للمنظمة والسلطة، ولا أحد يعرف من هي الجهة التي ستنفذ ذلك أو إذا كان ثمة مستطاع لأي منها بحسب الكاتب. بعيدا عن السياسة، أفادت دراسة يابانية حديثة بأن فيتامين دي قد يساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطانات عموما وسرطان الكبد خصوصا، وأجرى الدراسة باحثون في مركز الصحة العامة باليابان، وتابع الباحثون حالة أو بالأحرى تابع الباحثون 33,000 حالة و 736 حالة تقسمت ما بين الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، وذلك على مدار 16 عاما، وبعد ضبط عوامل أخرى قد تسهم في الإصابة بالسرطان مثل العمر والوزن ومستويات النشاط البدني والتدخين واستهلاك الكحول والعوامل الغذائية، وجد الباحثون أن زيادة مستويات فيتامين دي ارتبطت مع انخفاض نسبة إصابة الشخص بهذا المرض بشكل عام بنحو 20% لدى الرجال والنساء. ووجد الباحثون أيضا أن ارتفاع مستويات فيتامين دي ارتبط ارتباطا كاملا ووثيقا مع انخفاض مخاطر الإصابة بسرطان الكبد، ولم يجد الباحثون ارتباطا بين ارتفاع مستويات فيتامين دي وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة أو سرطان البروستاتا. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.